برش. حضرتك استاذ بجامعه اسكندريه وعضو مجلس الشعب. تعليق حضرتك النهارده على خطاب دكتور مرسي من داخل جامعه القاهره. الحقيقه ده يوم يعني رائع، وخطاب اول مره يعني نستشعر ان في رئيس قريب مننا واحنا قريبين منه، اتكلم من قلبه ونحسبه صادق، وان شاء الله مصر تتقدم ان شاء الله يعني بقيادته وبينا كلنا ان شاء الله باذن الله. اول الخطوات اللي تعتقد ان الدكتور مرسي هيعملها او اللي حضرتك تطالب ان هو يعملها ايه؟ يعني المصالحه الوطنيه، ان احنا نكون كلنا نبقى حاجه واحده وننسى الماضي، وهو اعتقد بياكد على هذه المعاني، بس احنا نطلب منه ان دي تكون يعني خطوات عمليه على ارض الواقع من النهارده مش من بكره. لا. تمام. هل لو تم اعاده لانتخابات مجلس الشعب حضرتك هتنزل تاني في الدايره اللي حضرتك كنت نازل فيها قبل كده؟ احنا بدانا حاجات كتير جدا ربما الشعب ما ادركهاش، وان كان عليه انه يدرك ان القانون اللي طلع خاص بانتخابات الرئاسه ده قانون حمى مصر وجعل مصر على اعتاب يعني نهضه جديده، لو لم يكن هناك اي من القوانين الا هذا القانون لنطمن الشعب، لان النتيجه ربما لو كانت حتى اعلنت صادقه بعيدا عن هذا القانون الشعب ما كانش هيبقى مطمن. فديت الشعب فعلا وثق ان كلمه القضاء كلمه نزيهه، المؤيد والمعارض اللي نجح او الذي لم يحالفه الحظ، وبالتالي فانا بقول ان لسان مصر وحماها هو القانون الذي اخرجه مجلس الشعب السابق، وبالتالي فانا ان شاء الله باذن الله سوف اكمل المسيره مع مجلس الشعب المحترم. ميرسي لحضرتك.